والحديث أكثر عن الأسواق العالمية ينضم إلي من دبي السيد محمود القدسي المستشار التداول للأسواق العالمية لدى سنتوري فاينانشال. أهلا بك معنا سيد محمود. بداية، كيف نقرأ هذا الهدوء في الأسواق الأمريكية في جلسة يوم أمس، وماذا نتوقع اليوم؟ يعني العقود الآجلة تشير إلى نوع من الهدوء، لا يعني الأسواق لم تتفاعل بشكل كبير مع التوجه الفيدرالي إلى تقليص هذا البرنامج لديون الشركات التي كان قد استحوذ عليها خلال الجائحة. مرحبتين جستينور. طبعا بالنسبة لموضوع الهدوء بالأسواق، طبعا هو هدوء قبل تقرير الوظائف الأمريكية بكرة، طبعا بعد الأرقام المخيبة للآمال بشهر أبريل. طبعا الأسواق حاليا عم تترقب هذا التقرير اللي حتتشوف كيف الاقتصاد الامريكي عم بيضيف وظائف جديده. طبعا في بعض العوامل اللي لعبت دور كتير كبير بموضوع تقرير الوظائف او تراجع الوظائف، هو موضوع تراجع الطلب على الوظائف مش تراجع العرض. لانه تراجع الطلب كان مرتبط بانه في بعض الناس في الولايات المتحده تقاعدوا بشكل مبكر بعد فقدانهم لوظائفهم طبعا بسبب جائحة كورونا. طبعا كمان في عنا موضوع هو ما زال انه في بعض الطلاب عم يدرسوا داخل بيوتهم مش عم يرجعوا للمدارس. كمان في عنا موضوع انه بعض الولايات لحد الان عم تعطي مساعدات مالية للعاطلين عن العمل، فيلي عم يستلم مساعدات مالية وهو عاطل عن العمل ما رح يشتغل بأجر زهيد. وطبعا كل هذه الامور عم تساهم طبعا بتراجع الطلب على الوظائف. طبعا كل هذه الامور نحن ممكن نشوف نحن تراجع كمان في بيانات الشهر القادم بيانات شهر مايو، ولكن ممكن نشوف التوقعات فيما يتعلق ببيانات الوظائف حتى الان هي ايجابيه ومتفائله. ربما تاتي الارقام مفاجئه كما كان في الشهر الماضي، يعني كانت التوقعات الشهر الماضي على ما اذكر باضافه حوالي 1 مليون وظيفه، وكانت الاضافه بحدود 216,000 وظيفه على ما أذكر. يعني ربما تأتي البيانات مخيبة ولهذا لا نرى التفاعل القوي، ولكن فيما يتعلق في الفيدرالي الأمريكي هذه الخطوة التي اتخذها يوم أمس وإعلانه يوم أمس ربما يلمح إلى عودة السياسات النقدية على ما كانت عليه ما قبل الجائحة. كيف ستقرأ الأسواق أي اتجاه نحو تشديد السياسة النقدية برأيك؟ بالضبط. هلا حركة الاحتياط الفيدرالي كانت هي تندرج باتجاه تشديد السياسة المالية، ولا وإن لم هو يعني أعضاء السياسة أعضاء الاحتياط الفيدرالي ما أقروا فيها علانية. طبعا لما تم الإعلان عن موضوع إنهاء برنامج شراء السندات اللي هي جانك بونز، كان هو عبارة عن موضوع تحصيل حاصل، لأنه أوريدي كان البرنامج تم إيقافه من نهاية السنة الماضية من نهاية 2020، وهيدي كانت عبارة عن شبكة أمان في حال دهورة الأمور كان ممكن الاحتياط الفيدرالي يتدخل بإعادة شراء. وطبعا في حال إلغاء أو في حال إنهاء لهذا البرنامج واتجاهه لبيع السندات اعتبارا من الصيف الحالي لنهاية العام الحالي، هذا الشيء بدل على إمكانية إشارة الاحتياط الفيدرالي على أنه الأمور بالاقتصاد الأمريكي هي أصبحت أفضل، وما عاد في نحن عندنا حاجة للاستمرار بتيسير السياسة النقدية. وعلى هذا الأساس من المتوقع جدا أنه الاحتياط الفيدرالي باجتماعه القادم يبدأ بمناقشة. هل هذا يبرر هذه الارتفاعات اليوم على مؤشر الدولار سيد محمود؟ طيب، على مؤشر الدولار كمان هو كان بحالة تراجع بشكل كتير كبير بآخر فترة طبعا بسبب سياسة الدوفش أو السياسة المتساهلة أو الميسرة للاحتياط الفيدرالي. فلما نحن عم نشوف أنه الدولار تراجع بشكل كتير كبير وفي بوادر أو في إشارة لإمكانية اتجاه الاحتياط الفيدرالي بخلال الربع الثالث من العام الحالي لإعلان عن خطة تخفيض برنامج تيسير الكمية وبدأ تطبيقها بربع الرابع من العام الحالي، كل هذه الأمور عم تصب مصلحة الدولار، وهذا الشيء بيبرر ارتفاع الدولار للفترة الحالية. طيب، كنا قد تحدثنا يعني في مع ضيوف سابقين وأيضا بعض التحليلات كانت تشير إلى التوجه إلى الملاذات الأمنة في هذه الفترة، وطبعا يعني كنا قد رأينا استفادة الذهب من هذا التوجه، ولكن يبدو أن الذهب أيضا يشكل بعض أو يعني يتعرض لبعض التراجعات اليوم، طبعا ربما تأتي نتيجة هذا الارتفاع الذي نراه على الدولار الأمريكي. كيف ترى وضع الملاذات الآمنة؟ كيف ترى التحركات على الذهب في هذه المرحلة؟ الذهب هو عادة مرتبط بأمرين، مرتبط بسعر الدولار الأمريكي، كمان مرتبط بعوائد السندات لمدة 10 سنوات. نحن عم نشوف أن عوائد السندات لمدة 10 سنوات لا زالت تحت 1.63، فاستمرار عوائد السندات تحت هذا المستوى بدل على ضعف بالطلب على عوائد السندات. على هذا الأساس نحن بنشوف
انه الذهب في حاله ارتفاع. طبعا مجرد مع وقت سنه ترتفع فائده المستوى ممكن احنا نشوف تراجع مستويات الذهب لما دون مستويات ال 19 او ال 95. يعني طبعا كان هناك بعض التوقعات يوم امس بانه عوائد السندات قد تصل الى حدود 1% قبل ان تعود لتتجه او تنتهج مسار صعودي بحدود باتجاه ال 2%. انا اشكرك سيد محمود القدسي المستشار الاسواق العالميه في سنتشري فاينانشال على هذه المداخله.